فرصة ان هم يشتركوا في العمل الجماعي او يشاركوا في اي اعمال لمجرد ان هم اشخاص. فاحنا حابين نفعل دور الاشخاص دول ونفعل كمان دور المنظمات. طبعا طول الوقت في العمل العام بتوسم المنظمات النسائية او الكيانات والحركات والتجمعات والمبادرات النسائية بان هي على بيسيطر عليها روح التنافسية، انه الستات بينافسوا بعض فزي الاثنين بيشدوا في ديل بعض فما حدش بيقدر يوصل للقمة وبالتالي احنا متأخرين. الكلام ده في جزء منه صحيح ولكن مش كله طبعا، وممكن يكون الجزء ده نسبة ضئيلة جدا عن اللي بيروج عن حجم التنافسية اللي بين الستات. فاحنا البداية او المحضر الاجتماعي المبدئي اللي اقترحناه للاجتماع ده ان احنا نعمل حاجتين اساسيتين. اول حاجة ان احنا نتشرف ونتعرف على بعض، ومن خلال التعرف دوت مش بس نعرف احنا مين او انا اسمي ايه، انا بشتغل في ايه، او حتى في الفترة الجاية ايه المستقبل معايا ان انا اشتغل فيه. فلو حد يقدر يستفيد من اللي انا بعمله ده يبقى شيء كويس، لو حد يقدر يحسن لي في ادائي يبقى شيء كويس، لو حد يقدر يدعم النشاط اللي انا بعمله ده برضو يبقى شيء كويس جدا. والحاجة التانية ان احنا كان عندنا اجندة مسيطرة علينا وعاملة زي الناموسة كده في راس استاذة الربيع، دايما عمالة تقول لنا انا خايفة انه يجي البرلمان الجديد وما نلاقيش فيه ستات كتير كالعادة، لأنه طبعا زي ما حضراتكم عارفين أنه نسبة القوائم نسبة مش كبيرة من عدد البرلمان والغالبية في الفردي، والنساء قدرتهم على المنافسة في المقاعد الفردية ضعيفة، لأنه ده بيحتاج طبعا إمكانيات مادية وإمكانيات من الأحزاب أن هي تدعمها وإمكانيات إعلامية، كل الحاجات دي مش موجودة عند الستات أو مش متوفرة بشكل كافي. فعشان كده فرصتهم في التنافس على فرصتهم في التنافس على المقاعد الفردية صعبة شوية. فكان أول الحاجات الملحة اللي احنا بنتكلم فيها الجزئية دعم النساء في البرلمان، وتحت العنوان ده بيندرج جزئين. الجزء الأولاني ايه هي وسائل الضغط اللي بنملكها كجماعات ومنظمات نسائية وأفراد للتأثير والضغط على الأحزاب بأنهم يخلوا عندهم دم ويختاروا قيادات محترمة تنزل على القوائم الانتخابية، بدل ما بيجيبولنا اشكال هلاميه تعبر عن المراه المصريه وطول الوقت يقول لك هم دول البرلمانيات اللي انتوا عايزينهم، فدي اشكاليه. الحاجه الثانيه ايه هي الوسيله اللي احنا نملكها في ان احنا ندعم قدرات النساء اللي هيترشحوا على المقاعد الفرديه. دي كانت اول الاجنده على هامش الكلام اللي احنا قلناه، وفكره بقى انشاء الجروب والمجموعه وفكره التواصل بيننا وبين بعض. يعني محتاجين بقى نفعل، قلنا فكرة انه يكون في كيان بيلم الناس او تندمج فيه ده شيء صعب جدا، فالاسهل منه ان احنا نعمل اجنتة للشغل اللي الستات يشتغلوا عليه في المرحلة الجاية، وكل اللي عايز ياخد منها سطر يشتغل وياخد سطر ويشتغله. فلو قلنا ان احنا هنشتغل مثلا على القوانين وخصوصا اللي بتمس قضايا النساء وازاي تبقى متوافقة مع الدستور، فممكن حد يشتغل ده من منظور مجتمعي، ممكن حد من منظور قانوني، ممكن حد من خلال ضغط برلماني او جماعات ضغط، ممكن حد من خلال تدريب كوادر، يعني كل واحد يشتغلها برؤيته. بس في النهاية اللي يرجع لمصر يلقى كده عندهم اجنده ستات مصر دول بيشتغلوا عليها السنه دي، بتقول ان احنا عندنا اهداف 1 2 3 عاوزين نحققهم. داخل السياق ده جزئيه طويله شويه، انا هختصرها جدا عشان مش عايزه اطول على حضراتكم، انه احنا على الهامش بقالنا سنه ونص بنشتغل في بحث. البحث ده بيتطبق في 4 دول، بدا في 4 دول، مصر وليبيا وتونس والمغرب. السنه دي دخلت فيه دول تاني في المنطقه زي الاردن وفلسطين ولبنان. البحث ده بيشتغل عن سبل دعم مشاركه المراه في الحياه العامه. احنا هنا في مصر كان القضيه اللي المنظمات اللي اشتغلت فيها او الجماعات اللي شاركت ومنهم التنسيقيه طبعا باعتبارها على فكره الشريك الرئيسي في البحث ده وبذلت جهد كويس، انه ايه هي التشريعات اللي بتأثر في دخول المرأة البرلمان. احنا عملنا الجزء النظري من البحث دوت وطلعت نتائج اولية للبحث تقرير، اللي يحب من حضراتكم يطلع عليه هقدر ابعتهوله على الايميل لانه هو حوالي 20 صفحة دول، ده المختصر بتاعه، وفيها تقارير مفيدة جدا نقدر نستخدمها كورقة ضغط واحنا بنتكلم مع الناس. ايه هو تاريخ المرأة المصرية؟ ايه التحديات اللي بتواجهها في دخول البرلمان؟ فكرة الفرص المتاحة لينا والتحديات اللي بتطرحها. كمان عملنا جزء منه خاص بوجهات نظر الناس الاطراف المعنية والشارع في دخول الستات. يعني طول الوقت يقولك الشارع رافض، طب احنا عملنا بقى لقاءات مع الشارع ومع قيادات إسلامية ودينية وقيادات عامة نتكلم معاهم حوالين هو انتوا موافقين انه الستات يخشوا البرلمان ونسبة كبيرة ولا مش موافقين. فطبعا التقارير دي موجودة وهتلاقوا نتائج مذهلة فيها. في الوقت الحالي احنا بنشتغل على حاجة اسمها حملات المناصرة، ازاي ناخد البحث دوت ونشتغل بيه في الشارع.
في حملات المناصرة دي مرتبطة بموضوع أجندة النهاردة، إن إحنا عندنا عنوان عريض اللي هو فكرة التواصل مع الأحزاب والتواصل مع لجنة الإصلاح التشريعي وإيه هي وسائل الضغط اللي بنملكها. طبعا الأجندة دي زي ما بعت في الدعوة إن هي أجندة مرنة كل حد من حضراتكم يقدر يشيل ويحط فيها. هذا الاجتماع ليس ملكا لأحد ولا حتى مبادرة المحاميات ولا هبة اللي دعوا ليه. الاجتماع ده زي ما قلت لحضراتكم إن هو كانت فكرة دارت بيننا وبين بعضينا وانتهت بإنه إحنا محتاجين فعلا إن إحنا نقعد ونتكلم مع بعض، وهو ده الأساس اللي إحنا موجودين فيه دلوقتي. أنا بقترح إنه كل حد هيعدي عليه الميكروفون هيعرفنا بنفسه هو بيشتغل في ايه، او لو حابب يشارك مع الموجودين حاجة هو عاوز يقولها، وبعد كده نبتدي نشوف هل متفقين على جدول الاعمال ده، هنعمل تعديل اضافة حسب، بحيث ان احنا نشوف هل نقدر نشتغل مع بعض فعلا في الفترة الجاية ونعمل حاجة تتحسب لنا حسبة عند الله للمرأة المصرية، ان احنا نشد بايدين بعض، نشد بايدين ستات. طبعا كمان للمعلومات مش كل الناس اللي موجودين هنا مرشحين في الانتخابات، فطبيعي ان احنا يعني يبقى واضح ان احنا ما عندناش اجنده خاصه بينا، فمش مثلا دينا هتشتغل معانا عشان هي لا مش بالضروره خالص، في كتير من اللي قاعدين ما لهمش علاقه بالانتخابات ولا ناويين ينزلوا، لكن عندهم اراده انه اللي تخش البرلمان وتتكلم عن الستات تكون ست محترمه كفاءه بتتكلم بتناقش قضايا مهمه وبتقدم رؤيه واضحه عن المراه المصريه. في رؤيتها وفي تحريك اجنتها في حملاتها الانتخابيه، يا ريت طبعا يبقى في مشاركه منهم للستات اللي هينزلوا. بالظبط، انا هبدا لنفسي، انا هبه عادل زي ما قلت لحضرتكم انا محاميه، انا ما تستغربوش شكلي ممكن يكون مش كبير شويه بس انا مش صغنطوطه يعني الحمد لله، انا بقالي 14 سنه بشتغل محاميه، وانا اسست حاجه اسمها مبادره المحاميات المصريات. المبادره دي بتشتغل على عنوان رئيسي هو اسمه العداله للنساء، ازاي نقدر نوصل من انه الستات يتمتعوا او يحصلوا على العداله، ده المفهوم الرئيسي. في الفتره اللي فاتت كنا بنشتغل في قضايا كتير، كنا بنعلق على حاجات كتير يعني ممكن يخش فيها العنف ضد المراه والتحرش، يخش فيها المشاركه السياسيه وحاجات كتير. في المرحله الجايه او اجندتنا المرحليه دلوقتي بان احنا بندعم المرشحات في الانتخابات البرلمانيه من خلال بروتوكول تعاون بيننا وبين المجلس القومي للمراه، بان احنا هنفتح خط تليفون مفتوح لاي ست في مصر في اي مكان في اي حته تتصل علينا تسالنا عايزه اطلع الورق الفلاني، عندي مشكله عايزه اعمل طعن، اقدمه ازاي، اروح لمين. ما عندناش امكانيات تسمح بان احنا نوفر لهم ده في كل المحافظات، لكن بنوفر في 3 محافظات القاهره والجيزه والاسكندريه بانه عندنا محاميات هيشتغلوا معاهم ده متطوعين بالمجان بالكامل. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا عندنا اجنده بنشتغل فيها على ازاي ندعم البنات والشابات اللي ناويين يترشحوا في الانتخابات المحليه من خلال ان احنا ندربهم وندرب فريق العمل الخاص بيهم والقيادات اللي هتشتغل معاهم في المجتمع، وده هنشتغل فيه في اطار من 8 ل 10 محافظات جايين، وبنحاول نشتغل ده دلوقتي علشان خاطر ما يبقاش فاتهم الوقت ويلحقوا يعملوا انشطه. وتقدروا تقولوا ان انا من ضمن اللي اسسوا تنسيقيه العمل الجماهيري، وبدايتها كنت انا و52 ست، وهي زي ما هبه قالت هي تشكيل ليس تشكيل هرمي، هي تشكيل مسطح عباره عن سيدات مستقلات او شابات معاقين، ممكن منظمات مجتمع مدني، مبادرات سيدات الاحزاب، لجان المراه في الاحزاب. وخلال السنوات من 25 يناير ل 30 حققت الحقيقه حاجات كتير. فاللي أنا عايزة أقوله إن هبة واحدة من المشتركات معانا، ودائماً دائماً بحس الحق يقال إن هبة معايا على نفس الخط على نفس التفكير، حتى لما أسقط أنا هي مكملة، وده روعة بتاعت الشباب. فأنا جاية النهاردة عشان أتكلم تحديداً على وسائل إزاي هندعم الشابات والسيدات اللي احنا عايزين ننزلهم في الانتخابات. احنا عندنا متاح لنا 56 سيدة في القوائم، الكوتا ما حدش يقدر ابدا يحرمنا منه. يعني انا عندي 56، بقت مشكلتي مش ان انا انزل ال 56، اني 56 ست هنزلهم، هو دي مشكلتي. هحط دي على جنب وهقول لكم الموقف السياسي واللي موجود بسرعة جدا، لأن هو ده اللي أنا كنت بشتغل فيه لوحدي براكو خالص، إن أنا بستكشف الأرض فيها إيه. أنا عندي تحالفات، هقدر أقول لكم تحالفات حزبية، أنا أقدر أقول لكم إن أنا عندي 5 تحالفات حزبية دلوقتي أو ائتلافات حزبية.
عندي التيار الديمقراطي اللي هو بيحمل اليسار اللي هو زي الكرامة والدستور والتيار الشعبي والعدل. عندي الوفد المصري اللي هو أهم اتنين فيه اللي هو الوفد وأبو الغار. عندي الجبهة المصرية اللي هي أحمد شفيق، الحركة الوطنية ومصر بلدي وغيره. عندي مع التجمع. ما أنا مش بذكر كل البتاع، أنا بذكر أجزاء من التحالفات. سمحت عن في تحالف بيطلع جديد اسمه 25-30 والعدالة الاجتماعية، الجندي وزهران يعني ده وشهندة وعبد الحكيم عبد الناصر ووائل. على أي الأحوال أنا عايز أقول لكم حاجة، دول بس ده لم يتشكل لسه، التحالف ده في طريقه للتأسيس. بس في حاجتين تانيين اتنين ظهروا على الساحة لازم تعرفوه. واحد بيقوده الجنزوري وبيقوده مع عادل لبيب وفايزة أبو النجا، وفي واحد في جمعية طلعت اسمها الجمعية العمومية لنساء مصر واللي بتقودها تهاني الجبالي، وفي الدكتورة هدى بدران عاملة لائحة من 100 وحطت المعايير بتاعتها قائمة المعايير، وهي بتقول ان هي اللي هتقوم باختيار مين السيدات. وبعدين في كمان حاجة هادية جدا 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 جدا، مجموعة اخرى بتدور على انها تعمل لائحة قومية. اللائحة القومية دي مبنية على اساس زي ما اتبنت لجنة الخمسين. وليه بتتعمل؟ بتتعمل عشان لقوا ان الاحزاب عمالة تتخانق مع بعض، والتحالفات تتعمل الصبح وتتفك بالليل، وده عايز الوفد عايز ياخد نصيب الأسد، وده ملوش تواجد، وده عايز 10 كراسي هنا. وحل الأحزاب رهيب، على رأي رفعت السعيد أجمل كلمة سمحتها النهاردة على الصبح، يعني تسم يلخص الموضوع، بيتخانقوا على الغنايم قبل الحرب ما تقوم، ودي أروع ما يعني يلخص الموضوع كله. فانا عايزه اقول لكم، وبعدين فيه التنسيقيه الغلبانه اللي هي حطت معايير نقدر نقول انها معايير ثوريه بتتمشى مع ثوره 25 يناير و30 يونيو، لان اول حاجه على راسها بتقول ان الستات اللي احنا عايزين نختارهم، وهي معنيه بالستات مش بكل، معنيه بالستات بس، لان لو دخلنا في الكل يبقى احنا هنسقط مش هنقدر. معنيه بالست ان اول معيار هو ايه دورها الست اللي داخله البرلمان، دي اللي احنا عايزين ندخلها البرلمان في ثوره 25 و30 يونيو. وبعدين طبعا في الكفاءه، في قائمه كبيره جدا، وفي حقوق المراه، وفي 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 وفي، لكن ده بدايه هذه المعايير. انا عايزه اقول لكم هو هذا الموقف اهو كويس، المفروض الباب يتفتح. ماذا نفعل؟ أنا شخصياً ابتديت بأن أنا بروح لكل حزب بالليستة بتاعتي، ولقيت ترحيب، لقيت مثلاً قابلت أبو الغار، وقابلت أبو الغار من يومين كمان، أنهم عندهم استعداد أنهم يقبلوا المستقلات ويدعموه. بس بعد كده رجعوا قالوا لي، وقابلت هالة شكراً له نفس الشيء، قابلت درجة حزب المحافظين أكمل قرطان طلب مني إن أنا أبعت له القائمة، قابلت تهاني الجبالي، قابلت هدى بدران وفشلت في التعامل معاها بعد ما قطعنا مشوار كبير، حصل اختلاف كبير لأن أنا حاسة كده إن هنا في عملية تضارب مصالح وفي مشاكل، عشان كده ما أقدرش أكمل التعامل معاها. يعني أنا قطع مشوار كبير جداً جدا في الاول ان انا بتعامل مع الاحزاب قبل الائتلافات، لان النهارده الحزب في الائتلاف ده بكره ما تعرفيش راح انهي ائتلاف، فقلت خديهم من الاصل بالاحزاب، وبعدين من الجمعيات كمان اللي بتتكون. يعني انا ناقصني اروح للجنزوري ما شفتوش لسه، وفايزه ابو النجا وعادل لبيب المدني. معلش بعد اذنك على طول، معلش يعني انا مره سالت في الاحزاب وبتكلم على المراه بالنسبه لان هي هتترشح في الانتخابات، ففوجئت بالرد من الاحزاب بتتكلم وتقول بالنسبه للمراه القبطيه
ان احنا هنستشير الكنيسة عشان نختار المرأة القبطية. فانا لا، ده حزب من الاحزاب واتكلم وقال ان احنا لاختيار المرأة القبطية هنستشير الكنيسة. فانا اتمنى ان من المؤتمر اللي احنا هنعمله بنناشد ان لا الكنيسة ولا المسجد ليه تدخل في اختيار للمرأة المصرية اللي هي هتنتخب. دي اول نقطة لازم نقترحها. الوضع اللي في الشارع هو اللي هيثبت ان المرأة دي كفاءة ولا مش كفاءة. المفروض ان احنا بننمي، عايزين ننمي المرأة المفروض اللي هي هتنزل الانتخابات، ننميها سياسيا ونعمل لها كدورات تدريبية ان هي تتكلم ازاي، لان كلنا بنتكلم عشوائيات وبنتكلم كويس قوي، لكن بالقانون نبقى نفعل القانون بالنسبة للمرأة اللي هتنزل للانتخابات ان هي بتتكلم النقط اللي تقدر تتكلم فيه، القضية اللي هي هتختارها ان هي تتكلم فيها وتبقى مسؤولة عنها، ودي اللي نقدر ننميها سياسيا وننميها تعليميا ونقدر نخليها تظهر كمنظر ومظهر لائق لان هي سيدة منتخبة وتعرف تتكلم كويس قوي، وما تبقاش ان هي محطوطة بس ما الا كرسي وعلى الانتخابات ان موجود في مرأة وهي ما بتعرفش تتكلم ومش ما بتنطقش اي كلمة ولا بتعرف ان هي تناقش اي قضية موجودة في البرلمان. اكتر حاجة احنا ملاحظينها الانقسام الشديد بين كل الكيانات النسائية، فالمفروض اول حاجة نعملها الاجتماع الجاي نجمع كل القيادات النسائية في كل التحالفات، يعني مثلا الاستاذة تهاني جبالي، الاستاذة كذا، نجمعهم في الاجتماع الجاي عشان نعرف الارادة السياسية ان احنا كيان نسائي واحد، كلنا هنلتف حول كيان نسائي واحد بحيث يعرفوا ان كنساء مصر كلهم متحدين ومجمعين على موضوع معين. ممكن نعمل حملة، والحملة دي نسميها انقذوا مصر من كثرة التحالفات، لان كثرة التحالفات دي هتؤدي الى انقسام جديد كبير بيننا، وهتؤدي لوجود تيارات اخرى هتظهر، فبالتالي هيرجع التيار الديني تاني اللي كتير خايفين منه. انا كمان في حاجة بقولها، ان بجانب المؤتمر الكبير والبيان اللي هيطلع اللي احنا بنطلب منه ان التحالفات تجتمع وعلى الاقل تبقى 2-3، ان احنا يبقى في مجموعة من الستات القادرات والقانونيات ان هي تطلع في الاعلام عشان خاطر تنشر الموضوع ده، لان الموضوع ده مش صغير، وتطلع وتتكلم فيه بجدية، ان كثرة التحالفات دي هتؤدي الى انشقاق كتير في المجتمع، هتؤدي لظهور ناس جديدة، هيرجع الحزب الوطني الجديد، هيرجع القديم، هيرجع الفلول. ونأكد على ان لازم تكون الستات اللي تنزل في الانتخابات الفترة الجاية خاضعة لبعض المعايير، يعني مش عايزين اي حد ينزل في البرلمان القادم. وكمان نعمل اتصالات وكمان يا ريت ككيانات نسائية نحاول نتصل ببعض الشخصيات اللي هي مؤثرة، اللي هي متفاعلة مع قضايا المرأة، او بعض الادباء، بعض الاعلاميين، بعض الفنانين، دول هيساعدونا في الفترة الجاية، يعني ما نشتغلش لوحدنا، لازم يكون في معانا مجموعة تانية تساعد. هبة عادل، محامية من مبادرة المحاميات المصريات. احنا النهاردة كنا بنجتمع علشان نشوف الاجندة اللي تشتغل عليها الستات في الفترة الجاية، وده تحت مظلة تكوين شبكة تخص قضايا النساء اسمها تنسيقية العمل الجمالي لنساء مصر. التنسيقية دي بتشتغل على قضية رئيسية دلوقتي هي كيفية دعم النساء اللي هتقدمه للبرلمان. الاجتماع النهاردة كان فكرة طرح وجهات النظر حوالين ايه اللي نقدر نقدمه في المرحلة الجاية، وازاي نقدر نوحد اجندة العمل النسائي في الفترة الجاية. اعتقد ان احنا خرجنا بشوية اقتراحات مهمة، من بينها الاعداد لمؤتمر صحفي علشان نناشد التحالفات الانتخابية بان هم يتوحدوا قدر المستطاع، وانه في خطورة كبيرة في انه التحالفات الانتخابية تنقسم وكثرة اعداد القوائم الانتخابية. طبعا في بيان مناشدة خاصة لرئيس الجمهورية بخصوص التشكيل بتاع لجنة الاصلاح التشريعي اللي خلت من وجود اي نساء تماما، بالرغم ان احنا بحاجة لده في الوقت الحالي لتفعيل المادة 11 وتفعيل مواد الدستور فيما يخص عدم التمييز والمساواة بشكل اساسي. عندنا طبعا قضايا تانية، لانه الستات مهتمين بقضايا الوطن ككل، القضايا دي احنا بدأنا نجمع فيها، وان شاء الله هنحدد اجتماع خلال اسبوع تاني ان احنا نتقابل نشوف ايه هي القضايا ذات الاولوية اللي احنا محتاجين نشتغل عليها. لا، هو الاحزاب احنا شايفين انه دورها سلبي جدا، ولا زالت بتتعامل بمنطق المصلحه وبالكتل الانتخابيه. طبعا من بين المشاكل اللي استعرضها الاجتماع النهارده هو فكره انه رؤساء الاحزاب والقيادات الحزبيه اللي فوق الـ60 والـ70 محطوطين على القوائم الانتخابيه، في حين ان القوائم دي معموله للفئات المهمشه
استئثارهم واستئثار القيادات العليا داخل الأحزاب بالمقاعد الانتخابية وبالترشيح على المواقع المقاعد والمواقع الرئيسية، ده شيء طبعا بيبقى على حساب كراسي النساء، فبالتالي هم ما بياخدوش ستات إلا عند الضرورة. وكمان الستات اللي موجودين على التحالفات اللي قالت عنهم لحد دلوقتي ذات صلة برجال الأعمال والقيادات داخل الأحزاب، لكن فكرة اختيار الكفاءة مش موجودة. عشان كده احنا بنشدهم انه في معايير تم تحديدها ان هم يراعوا اختيار الستات جوه القوائم الانتخابية على اساس المعايير دي، وان خصوصا الاحزاب الليبرالية يكون عندها المبادرة بان هي تدعم نساء اكثر على المواقع الفردية من غيرها. احنا عندنا محورين، المحور الاولاني دلوقتي ان احنا بنشتغل على 56 امرأة اللي هيخشوا في القوائم الانتخابية بان احنا نساهم في ان الاحزاب والتحالفات الانتخابية تختار نساء اكفاء. الحاجة التانية ان احنا بنعمل على رفع قدرات النساء من خلال تدريبهم على كيفية التعامل مع الميديا، كيفية التعامل مع فريق العمل بتاعهم. المبادرة بقى بشكل شخصي بتقدم دعم قانوني مجاني لكل النساء في خط ساخن 24 ساعة، يتصلوا يسألوا عن اوراق الانتخابية، الطعون الانتخابية، اي شيء بيخص العملية الانتخابية. دي مساهمة بسيطة بنحاول نشجع بيها الستات على ان هم ما يخافوش يتصلوا ويسالوا ويعرفوا ايه الاوراق المطلوبه وايه كل شيء مطلوب. هو زي طبعا احنا كان عندنا مدخل رئيسي للحديث عن ده من انه الستات في البرلمان ما بيناصروش قضايا الستات او ما بيعرضوش قضايا الستات، دول بيعرضوا قضايا الوطن. الحاجه الثانيه انه الفساد اللي كان في السنين السابق كان عندنا اغلب المواقع القياديه كان بيتولاها رجال، يعني الفساد مش مرتبط بالنساء، عدد النساء في قضايا الفساد اقل كتير من عدد الرجال في قضايا الفساد، وبالتالي النساء اقدر واصحاب كفاءه في المرحله الجايه ان هم يتولوا. المشاركه الحقيقيه في المجتمع بقى، يعني ان المراه تحس ان هي شريك حقيقي في اداره الوطن، مش مجرد شريك صوري بتيجي بس وقت الاستحقاقات، يعني تيجي وقت الانتخابات ووقت الاستحقاقات مفيش. نلاقي الوزارات خاليه من النساء، نلاقي المحافظين خاليه من النساء، نلاقي مطالبات من بعض تصريحات مسؤولين، بعض تصريحات متطرفين احيانا انه في بعض الوظائف لا تصلح النساء للعمل بها. انا اتمنى انه هم يحسوا انه مصر مش هتحيا الا بانه الرجاله والستات ياخدوا حقهم، وانه الستات تتولى مواقع قياديه داخل الدوله، وانه البرلمان بيكون بيعبر تعبير حقيقي عن المجتمع المصري، نسبته عادله فعلا للستات. اتمنى انه الرئيس يشوف تصريحات المسؤولين وبقيادته الحكيمه يحاول انه هو يخلي التصريحات دي داعمه للمشاركه الحقيقيه للمراه ولبناء الوطن، لانه الحقيقه احنا الفتره الجايه دي محتاجين نشارك اكتر ومحتاجين نشتغل اكتر ومحتاجين الستات يحسوا ان هم شريك حقيقي. لما اتكلموا عن الدستور 2014 وانه في حملات للمقاطعه، الستات هم اللي نزلوا وقاموا باكبر نسبه عاليه جدا من التصويت. المجتمع دلوقتي مؤهل، اعتقد انه الموروث الثقافي والاجتماعي اللي بيأخر الستات لورا ما فيش وجود ليه دلوقتي، لازم نستغل الفرصه ديت، ولو في اراده حقيقيه عند الاراده السياسيه من تمكين المراه اعتقد ان هم هيقدروا. بالظبط. لا لسه لازال قدامنا كتير، لازال عندنا عنف بيمارس ضد المرأة في الشوارع، لازالت القوانين غير منصفة للنساء، لازال في تصريحات مسؤولين بتضطهد النساء وبتشجع المجتمع على انه يقلص دورهم ويبعدهم عن بعض المواقع وعن بعض المناصب، ومفيش حد بيواجه ده.